هي فكرة المطعم جت فكرة يعني شفنا حاجة زي كده برا عامة يعني في إيطاليا شفنا حاجة زي فندق في كوريا في حاجة مطعم زي ده موجود تحت الأرض حاجة يعني بتبقى حاجة مثلا ملفتة للنظر حاجة إن أنا مش محبتش أعمل حاجة تقليدية موجودة في المنصورة جينا جربنا وكان الاكل حلو الحمد لله وفكرة اساسا طاقه مجنونه كده ان انت قاعده جوه سجن اصلا يعني الحمد لله رب العالمين احنا مش يعني ربنا يبعدنا عنه انا كصابط شرطه طبعا فانا يعني وشغال في اسم فانا بشوف قدامي طبعا الوضع ده كتير قوي ان انا بلاقي مساجين قدامي طبعا كتير متكلبشين وكده فان انا اكون انا في الوضع ده في المحل جريمه اكل فان انا اكون انا موضوع يعني موجود جوه القفص الحديدي ومتكلبش طبعا ده احساس يعني احساس مختلف بحس انا اللي في الوضع ده كان انا المتهم داخل الباب المحل اليافطه موجوده على هيئه عربيه نقل ظهر العربيه النقل بتاع الترحيلات تمام السلم سلم حديدي تمام بدايه مدخل المحل قفص تمام حاجه كده خفيفه مثلا شبيهه مثلا بالديكورات اللي هي بتاعه السجون هو المكان هنا مختلف جدا وحاجه جميله ان انت تبقى موجود في سجن ومقفول عليك وانت في زنزانه بيبقى احساس مختلف طبعا عن اي مكان تاني وبتشوف اللي فيه زي كلبشات واللي بتاعت الاعدام الحبل الاعدام حاجه مختلفه وحاجه بتخليك انت تتمنى ان انت متبقاش فيها يعني في الحقيقه بس بتجربها بقى في المطاعم